بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول الشاعر: تعلم العلم واقرأ، تنل فخر النبوة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما بعد، ما زال الحديث موصول عن الجرائم الإلكترونية. اتكلمنا في فيديو أول وفيديو ثاني عن تعريف عام للجرائم الإلكترونية وعن كيفية تحرير المحضر أو ملاحقة الجناة في الجرائم الإلكترونية، وكان التركيز على نموذج واحد من الجرائم الإلكترونية وهو الابتزاز اللي بيتم عن طريق المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي. ما زال هناك غموض لدى بعض القانونيين أو الزملاء المحامين بشأن الجرائم الإلكترونية. خلينا نتفق بداية على أن أي جريمة مهما كان نوعها لابد من توافر أركانها، وإحنا عارفين أن إحنا عندنا ركنين أساسيين يجب توافرهم في كل الجرائم. الركن الأول وهو الركن المادي للجريمة، عارفين أن لازم يكون في ركن مادي للجريمة، والركن الثاني وهو الركن المعنوي. طيب، لما نيجي نتكلم عن الجريمة الإلكترونية، فين موضع الركن المادي في الجريمة الإلكترونية؟ قبل ما نقول فين موضع الركن المادي لأي جريمة، أول حاجة نعملها لازم يكون قدامي النص القانوني، لأن لو مفيش نص قانوني بيحدد الجريمة يبقى احنا مش بصدد جريمة، مفيش تجريم، يبقى بداية لازم يكون في تجريم لهذا الفعل. يبقى أول حاجة بدور عليها وتكون قدامي وافحصها كويس هو القانون الخاص بهذا الفعل. طبعا هنا اللي بينظم هذه الجرائم أو هذا النوع من الجرائم هو قانون تقنية أو مكافحة جرائم تقنية المعلومات. القانون ده صدر بالرقم 175 لسنة 2018 وهو المعمول به بصدد الجرائم الإلكترونية. يبقى أول حاجة بروح على النص القانوني، بروح على الكود، بقرأ بتمعن نص التجريم. هتلاقي إن في نصوص القانون حدد الجريمة، يبقى أول حاجة حدد نوع الجريمة. على سبيل المثال، لو إحنا رحنا مثلا على المادة 13 هتلاقيه يتكلم عن الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات. الاعتداء على سلامة وأنظمة وتقنيات المعلومات، يبقى هنا الركن المادي للجريمة. عشان أبدأ أدور بقى وأظهر الركن المادي للجريمة، فين هنا الركن المادي في حال وقوع هذه الجريمة، وهل تحقق فعلا؟ لأن عشان أكون بصدد جريمة يجب أن تتحقق أركان الجريمة، وقلنا بداية توافر الركن المادي. الركن المادي هو الفعل. اعتدنا كده ان احنا دايما بنسمع في تعريف الركن المادي انه هو الفعل الملموس الخارجي او الظاهري اللي احنا بنشوفه، او الحركات اللي هي بتتم سواء كانت بالضرب او باللكمة او ما خلاف ذلك. طيب، هل توقف الفقه وتوقف القانون عند هذا التعريف في ظل التكنولوجيا الحديثة وفي ظل جرائم المعلومات؟ لا طبعا، اصبح الفعل المادي بيأخذ صورة الحركات أو الإدخال أو الاقتحام من خلال الشخص مرتكب الجريمة الإلكترونية. يعني في حالة الدخول على مواقع يبقى هنا الركن المادي هي عملية تسجيل الدخول، استخدم برامج معينة للوصول إلى اقتحام أو للوصول إلى الرقم السري أو الباسورد الخاص بهذا الموقع أو هذه الشبكة وتم اقتحام هذه الشبكة، يبقى هنا توفر لدينا الركن المادي للجريمة. طيب، الركن المعنوي، احنا عارفين ان الركن المعنوي بيقوم على عنصرين اساسيين وهما العلم والإرادة. يجب ايضا ان يتوافر في الجرائم الإلكترونية العلم والإرادة اللي هو الركن المعنوي. الركن المعنوي في الجرائم المعلوماتية هيكون عبارة عن ايه؟
هيكون عبارة عن العلم بداية، احنا قلنا العلم والإرادة، العلم بداية أن هذا الموقع أو هذه الصفحة أو هذا الإيميل غير مملوك لي، يعني أكون عارف بداية أن أنا بدخل على موقع مش مصرح لي بالدخول. قد يكون هذا الموقع متاح للعامة، أو هذا الموقع فري بدون باسورد، أو هذا الموقع بدون ضوابط دخول، فبالتالي هو متاح للعامة. يبقى إذن هنا أنا مش بصدد ارتكاب جريمة، لأن أنا دخلت بدون الاقتحام أو بدون استخدام أي تدليس. طيب، يبقى لازم عشان يتوافر الركن المعنوي، رقم واحد لازم أن يتوافر العلم، العلم إن أنا برتكب جريمة، العلم إن أنا داخل على موقع غير مملوك ليا، داخل على إيميل مش بتاعي أو على صفحة مش بتاعتي. طيب، والإرادة، العنصر المكمل للركن المعنوي هو الإرادة. الإرادة هنا في الجريمة الإلكترونية أن تتوافر الإرادة، هي بصفة عامة أن تتوافر الإرادة لارتكاب هذه الجريمة، يعني بيكون عنده إرادة أنه يرتكب هذه الجريمة، أو أنه ارتكب هذه الجريمة بإرادته. يبقى العلم بأنه بيرتكب جريمة، والإرادة، وهما مكملين، العلم والإرادة، أن يكون لديه إرادة، توفرت لديه الإرادة في ارتكاب هذه الجريمة. بمعنى إيه؟ لما نيجي نرجع للجرائم التقليدية أو الجرائم العادية، هنلاقي أن عنصر الإرادة هو أنه ارتكب الجريمة بإرادته، ارتكب الجريمة بإرادته، يعني بدون ضغط، يعني بقصد أو بدون قصد، ولكن كانت لديه النية لارتكاب الجريمة. طيب، في الجرائم الإلكترونية اللي داخل على موقع، بداية قلنا أنه توافر لديه العلم، هو أصبح على يقين تام أن هذا الموقع مملوك للغير أو مملوك لبعض الجهات، وأن يتطلب للدخول بعض التصريح أو الإذنات عشان يدخل، يعني لازم يكون في إذن عشان يدخل. يبقى إذن في البداية هو على علم أن هذا الدخول غير مشروع، وبالتالي توفرت لديه النية. بما أنه أصبح على علم بأن هذا الفعل غير مشروع وغير مملوك لي، هذه الصفحة أو هذا الموقع غير مملوك لي، فهنا توفرت لديه النية للدخول، لأنه أصبح على علم بداية بأن هذا الموقع غير مصرح به أو غير مملوك أو غير خاص به. ده بالنسبة لأركان الجريمة في الجرائم الإلكترونية. طبعا بيرتبط الحديث عن الجريمة الإلكترونية، بيلحقه أو بيرتبط به دايما إن احنا بنفكر في مسرح الجريمة. دايما بنقول في مسرح الجريمة التقليدية إن بيتم معاينة مكان الحادث أو وقوع الجريمة، وبالتالي بيتم ثبوت أركانها من خلال ما ترك الجاني من أضرار أو من إصابات. طيب، في حالة الجرائم الإلكترونية، مسرح الجريمة والآثار المادية هنلاقيها فين؟ هنبحث فيها إزاي؟ بداية إن مسرح الجريمة الإلكترونية قد يظن البعض أنه البحث في الفضاء فقط. كنت ذكرت قبل كده هذا المصطلح، مسرح الجريمة الإلكترونية يعد بحث في الفضاء، ولكن له بداية مادية ملموسة، وهو الدخول من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول المستخدم في تسجيل الدخول إلى الموقع أو إلى الصفحات. طيب، نرجع تاني لثبوت أو كيفية ثبوت أو كيفية قراءة ملف الجريمة الإلكترونية. أول حاجة لازم يكون قدام النص، وأشوف النص قال إيه. كل من اقتحم، طيب أنا بصدد متهم اقتحم موقع بالفعل ولا لا، توافر فيه هذا الفعل ولا لا، عشان نقدر نقول هو فعلا ارتكب جريمة إلكترونية ولا لا. يبقى عشان أقدر أوصل لكده، أقدر أوصل لأن هل فعلا الوصف القانوني أو الوصف والقيد أو التكييف القانوني للوقعة صحيح ولا لا،
لازم ارجع للنص القانوني اللي حدد الجريمه واشوف النص حدد ايه من الافعال اللي اعتبرها جرائم. طيب لو كان الفعل من غير او ليس من الافعال المجرمه او المنصوص عليها في نص القانون، يبقى في الحاله دي بمسك في نص القانون اللي تم وضعه كوصف وقيد اللي قدم به المتهم للمحاكمه او تم ادانته بهذا النص، وابدا اطابق النص مع نصوص قانون مكافحه او تقنيه المعلومات. اين هذا النص من موضع نصوص القانون؟ اين هذا الاتهام من موضع، اين موضعه من نصوص القانون؟ هل هو نص وارد في تشريع خاص، في قانون خاص زي قانون تقنيه ومكافحه جرائم المعلوماتيه، يعني هو ضمن الجرائم الالكترونيه، ام ورد في التشريع العام وهو قانون العقوبات؟ وابدا اطابق الاتهام بنصوص القانون، فان وجد له نص ابدا اتمعن في قراءه النص جيدا للتطبيق على الواقعه، وهل فعلا هذه الواقعه بالوصف الذي قدم به المتهم ينطبق عليها او هي التي تنطبق على هذا النص القانوني الذي وضعه المشرع ام لا. دي الوسيله او الطريقه كبدايه لقراءتك لملف الجرائم الالكترونيه. لازم يكون قدامي النص، لازم اكون عارف كويس جدا النص حط ايه، جرم ايه، وايه العقوبه اللي وضعها النص، وابدا اطبق ذلك على الواقع اللي قدامي او الشخص اللي قدامي اللي هو مقدم بتهمه جريمه الكترونيه، سواء كان اقتحام او سواء كان اختراق او اختلاس او ما الى ذلك. بشكركم، وان شاء الله يكون لنا لقاء او لقاءات متعدده عن الجرائم الالكترونيه، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.